نعرف اصلا ايه اللي حصل، ايه اللي بيتقال من عند نادي اهلي جده، هل فعلا كانوا بيتفاوضوا مع روي فيتوريا، هل فعلا لسه في مفاوضات مع روي فيتوريا ولا لا؟ تعالوا نسال الاستاذ عبد العزيز النهدي مدير المركز الاعلامي والمتحدث السابق باسم نادي اهلي جده السعودي. يا فندم مساء الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء النور كابتن كريم، احييك واحيي الساده المشاهدين والمشاهدات، وسعيد جدا بالظهور في هذه المنصه العملاقه. اشكرك يا فندم ومنورنا جدا. ممكن تقول لي معلوماتك فيما يخص مفاوضات نادي اهلي جده او اهتمام نادي اهلي جده ب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر؟ هو حقيقة أن الأهلي السعودي يمر في فترة حرجة لأسباب كثيرة، من ضمنها يعني كان الصعود، طبعا ظروف الصعود وظروف تغيير الإدارات وظروف الانتخابات أيضا، وظروف أيضا تأخر المعسكر التدريبي، وللأسف أيضا تأخرت الإدارة في حسم ملف المدرب. ف فيما يخص فيتوريا، يعني حقيقه نحن متاكدين جدا من 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 صحه هذه المعلومه ومن سير الاحداث. النادي الاهلي عبر ممثليه الرسميين تواصلوا مع بشكل مباشر مع فيتوريا. فيتوريا لم يمانع ومنحهم موافقه، ولكنها موافقه مشروطه. فيتوريا لا يريد الدخول في أزمة مع الجبلاية، ولا يريد الدخول في صراع مع اتحاد الكرة المصري. فبكل وضوح وبكل شفافية، الرجل طلب من ممثلي الأهلي يعني باللسان الشعبي كما يقال، خلص مع اتحاد الكرة المصري وأنا جاهز. أستاذ عبد العزيز، حضرتك برضه أنا بس عايز أوضح حاجة، إن حضرتك مدير تحرير صحيفة عكاظ السعودية الشهيرة، ودي هي كانت صاحبة الخبر اليوم واللي الناس كلها تناقلت الخبر عنهم. والأستاذ محمد غرابة مدير المنتخب نفى على تويتر وخد وعمل ورد على التويتر بتاعت حضراتكم أو الخبر بتاع حضراتكم، وقال إن الكلام ده مش صحيح، وأكيد حضرتك تابعت برضه رد الأستاذ محمد غرابة مدير المنتخب. صحيح، ونحترم 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 ما ذكر الكابتن محمد، ولكن نحن متأكدون تماما من صحة المعلومات ولا ننشر الأخبار. يعني صحيفة عكاظ هذه الصحيفة الكبيرة طبعا في المملكة العربية السعودية لا تنشر الأخبار إلا بعد التأكد وتثبت من صحتها، ونحن كمقربين من البيت الأهلاوي نؤكد صحة هذه المعلومة، إنه في مفاوضات والمدرب أعطى موافقة ولكنها موافقة مشروطة. فالآن القرار يبدو أنه يعني بيد إدارة الأهلي، إن كانت تريد أن تتحمل تبعات فسخ تعاقد المدرب فيتوريا وما يلحقه من غرامات طيب ومن مبالغ مالية. أستاذ عبد العزيز، النهاردة الكابتن حازم إمام وهو المشرف العام على منتخب مصر الأول قال إن روي فيتوريا نافى هذا الأمر. سألت أنا كمان الأستاذ محمد غرابة مدير المنتخب، وأيضا قال لي إن فيتوريا نفى هذا الأمر. سألت وكيل أعمال الراجل في مصر، قال لي أيضا إن فيتوريا نفى لهم الأمر. أنا وأنا بتحدث مع أحدهم هاتفيا، كان فيتوريا بره مصر، فكانوا بيتواصلوا معايا عبر الفيديو كول، وأنا سامع وإن الراجل بيقول إنه مفيش كلام من ده ومحدش تفاوض معايا، ربما تفاوض مع وكيل أعمالي أو مع وسيط. بالتاكيد انه كان في اتصال بين اداره الاهلي وبين فيتوريا، سواء بشكل مباشر عن طريق فيتوريا او ممثله الرسمي اللي هو وكيل اعماله. صحيح، ولكن انا احترم يعني اي وجهه نظر. طيب، واحترم بلا شك. استاذ يعني عبد العزيز، ما هي يعني نقدر جميع المسؤولين في اتحاد الكره المصري، هم اشقائنا واحبائنا. طبعا، ونحن محبين الكره المصريه بلا شك. والنفي يعني شيء طبيعي، من عمل في اروقه كره القدم وفي اروقه كيانات كره القدم، من الطبيعي ان يكون هناك نفي. من الطبيعي لحين تحقق هذا الحدث او تحقق تلك الوقائع. فيتوريا انا اؤكد انه في اتصال بينه وبين اهل جده.
طيب هل فيتوريا احد المرشحين ولا هو المدرب خلاص اللي النادي الاهلي جده محتاج او يعني واخد قرار ان هو هيتعاقد معاه؟ هو المرشح الابرز هو المرشح الابرز بالنسبه للملفات المطروحه. كان مطروح سباليتي المدرب الايطالي سباليتي ولكنه رفض لرغبته في عدم قبول اي عرض من الاساس بعد انتهاء تجربته في او بعد خروجه من نابولي. الاهلي ايضا من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة المفاوض الأهلاوي جوليان ستيفن المدرب الفرنسي المدرب ستراسبورغ الفرنسي. يعني أيضا هو بطل كأس فرنسا في 2019. طيب سؤالي اللي جاي من ضمن الأسماء المطروحة ولكن يعني يعتبر الأقل حظا. طيب في وجهة نظري اتقال بعض الأرقام النهاردة من النادي الأهلي عارض على فيتوريا ما يقرب من 8 مليون دولار سنويا، هل الكلام ده صحيح؟ أنا المعلومة التي نمت إلى علمي أنه عقده أو العرض الأهلاوي يفوق عقده الحالي مع اتحاد الكرة بثلاث أضعاف. ثلاث أضعاف ولكن لم يفصح المصادر، لم تفصح الأرقام حقيقة، ولكن ثلاث أضعاف عقده مع اتحاد الكرة المصري. استاذ عبد العزيز بلا شك هذا عرض مغري، ولكن فيتوريا انا اعتقد انه لا يريد الدخول في ازمه مع اتحاد الكره الا اذا كان هناك ضوء اخضر. يعني لابد ان يعني ايضا انا ارى انه يعني لابد ان يكون في نقاش يعني جاد بين اتحاد الكره وبين النادي الاهلي السعودي وبين فيتوريا، انه اذا كانت هذه رغبه المدرب وقبل العمل فعلا واعطى موافقه للنادي الاهلي يعني انه يكون في تسريع ل يعني خلينا نقول الاحداث، انه ما يكون في تاخر ولا يكون في تفسيرات ولا تاخذ وقت اطول، ليست في مصلحه اتحاد الكره المصري وليست في مصلحه اهلي جده ايضا، لانه الدوري السعودي الان يتبقى له 17 يوما يعني حقيقه يعني الاهلي السعودي يمر في 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 ظرف فني صعب جدا على الرغم من التعاقدات الاخيره المميزه صحيح التي عملها. استاذ عبد العزيز النهدي مدير المركز الاعلامي المتحدث الاعلامي السابق باسم نادي اهلي جده ومدير صحيفه مدير تحرير صحيفه اقاز السعوديه صاحبه خبر اليوم، توصل نادي اهلي جده لاتفاق مع فيتوريا على تدريب الفريق الفتره القادمه، توضيح كان مهماً.